بص يا اسطى، انا كنت في قاعده البيانات عندي ايه تيبل اسمه يوزرز، تمام. واليوزرز ده طبعا بيبقى فيه كذا دوكيومنت، والدوكيومنت بيبقى فيه ايه كذا يعني كذا فيلد بقى اللي هو الاعمده يعني، ماشي. الداتا ديت لما باجي اجيبها من قاعده البيانات وكده بتجيلي على شكل ايه حاجه اسمها، بص، بتجيلي على الشكل ده هو في المودلز، مودلز بتجيلي يا اسطى على حاجه اسمها دوكيومنت سناب شوت، على شكل حاجه اسمها دوكيومنت سناب شوت. ده كل ايه فيلد واحد، تمام. والدوكيومنت سناب شوت ده، تمام، ده النوع بتاعه ماب، تمام. والماب دي اوف سترينج ودايناميك، اعتبر نفسك بتتعامل مع ماب يعني. يعني لما تيجي تاكسس على حاجه جواها هتكتب كده ماب، ماشي، وتكتب ايه اسم الايه الفيلد بتاعك، تمام. يعني فرضنا مثلا تمام. ان ده مثلا يوزر مثلا، تمام، فهتكتب يوزر ايه اوف نيم، ويوزر ايه اوف ايدج، ويوزر اوف ايه ايميل. حلو كده. طيب انا بقى مش عاوز اعمل الموضوع ده. انا قلت هعمل ايه، قلت هطلع فوق في الداتا بيز. لو فرضا عندي مثلا تيبل تاني اسمه اسمه مثلا اي حاجه كلاسز مثلا، ماشي، هنزل برضو تحت على سبيل المثال يعني، هنزل تحت اعمل ايه موديل تاني اسميه كلاسز. ليه؟ عشان لما انا اجي فيتش الداتا هنا في الدي بي سيرفيسز ديت انا الميثود اللي انا عملتها جيت يوزرز، تمام، دي فيوتشر اوف ايه اوف يوزر، بترجع لي يوزر واحد، ماشي. انا قلت له هنا ايه فار ريزلت، تمام. الريزلت ديت المفروض يبقى التايب بتاعها ايه، دوكيومنت اهو، بص، دوكيومنت سناب شوت اوف ماب اوف سترينج اوف دايناميك، لان الميثود ديت هترجع لي دي اللي هترجع الداتا تايب ده، تمام. فانا الفار ديت المفروض اعدي لها الداتا تايب بتاعها، ماشي يا اسطى. بص، ماشي. دلوقتي ديت هترجع لي ايه الدوكيومنت سناب شوت اوف ماب اوف سترينج ودايناميك، وانا عرفتك بنأكسس على الحاجه اللي جواها ازاي، صح كده؟ تمام. تمام. فانا قلت بدل ما اعمل زي ما انا بقول لك كده، لا، انا لما الداتا بتاعتي يعني دي خلاص هترجع لي الماب. فرضنا ان الريزلت ديت بقى فيها الماب، يعني ديت فيها مثلا الاستيودنت او اليوزر مثلا، ماشي. فانا لما اجي تحت هنا بقى اقول له مثلا ايه عاوز اطبع مثلا برنت، استنى انا هجربها لك، وعشان ايه برضه يعني خلينا نعمل دي كده مثلا، اقول له برنت، بس هي مش هتشتغل كده لان احنا مستخدمين اصلا الفيوشر بيلدر يعني. فانت لما تيجي تقول له برنت يا اسطى هتقول له برنت ايه اليوزر اللي احنا عاملينه ده اوف الباقي الايه النيم مثلا، تمام. والايدج هتقول له برضه برنت ايه اليوزر اوف الايدج اللي هو راجع من هنا، تمام. فانا قلت مش عاوز اتعامل معاها كده، انا عاوز اكتب، هعمل كلاس بقى اسمها يوزر وهقول يوزر دوت النيم، تمام. ما بتكتبش ليه نيم دوت نيم ويوزر دوت ايج، ماشي. بس هي دي الفكره يعني، دي الفكره ان اللي انت بت يعني ايه بنعمل موديل. طيب انت بقى هتعمل دي ازاي؟ يعني تكتب دوت نيم وهي كانت دوت كانت اوف نيم ازاي بقى؟ بص يا عم، عملنا في الموديل كلاس ديت، تعالى امسح دول كده، في الموديل كلاس اللي هي هنا راحت في يوزر دي، عملنا يا اسطى حاجه اسمها فروم ماب، ماشي. فروم ماب ديت هتعمل لك، هتاخد الاوبجكت اللي هيرجع اللي هو من النوع ايه دوكيومنت سناب شوت اوف ماب اوف سترينج دايناميك، ده اللي هو هيرجع من الجيت، ماشي. وهتاخده بقى ونعمل، وعملنا طبعا الكلاس اسمها يوزر وفيها ايه الفاريابلز بنفس ايه بنفس اسماء الفيلدز اللي عندي في الداتا بيز، تمام. وكل اللي انت بتعمله بتريترن، شايف فاكتور ديت، فاكتور دي بنستخدمها لما بتكون ده طبعا يا اسطى اسمه كونستراكتور برضو، ماشي. الفاكتور ديت برضو ده نيمد كونستراكتور، تمام. يعني ده كونستراكتور العادي، ويوزر دوت فروم ماب ده نيمد كونستراكتور. ممكن اعمل يوزر تاني مثلا هيبقى نيمد برضه، هيبقى اسمه يوزر دوت كاستم مثلا، ده هيبقى كونستراكتور برضه، تمام. وصل لحد كده؟ يعني في كونستراكتور عادي وفي نيمد كونستراكتور. في الجافا كنت بتعمل اوفر رايد للكونستراكتور ده عادي، يعني ايه يبقى يوزر برضه
تعمل يوزر برضه يعني يوزر وبرضه تدي له يبقى فيكوا اتنين كونستراكتور بنفس الاسم. لا في دارت ما فيش كده بقى، في دارت بيبقى كونستراكتور واحد اللي هو الاصلي بنفس اسم الكلاس، والتاني بقى بيبقى اسم الكلاس دوت واي اسم انت عاوزه بس. فدي فكره الفاكتور. الفاكتور بقى ده يعمل ايه؟ بيقول لك الفاكتور ده بياخد كونستراكتور عادي نيمد كونستراكتور وبيرجع لي اوبجكت من كونستراكتور تاني. يعني هو مش بيبقى كونستراكتور خاص بذاته، لا ده بيعتمد على كونستراكتور تاني عشان يرجع الاوبجكت. فانا قلت له عملت له الفاكتور هنا تمام، دي تعتبر طب طبعا الكونستراكتور يعتبر ميثود تمام. فهنا يوزر دوت فروم ماب ده الكونستراكتور، البارامتر بتاعه يبقى ايه؟ النوع الدوكيومنت سناب شوت تمام، اوف ماب اوف سترينج ايه دايناميك ماشي. ده البارامتر الاتريبيوت اللي هو ياخده هنا او البارامتر تمام. وهيريترن ايه؟ اوبجكت من النوع ايه؟ يوزر صح كده. بس اليوزر ده طبعا محتاج منك تباصي له الفيلدز اللي جايبه اللي انا بصرف الكونستراكتور ده، لان انا قايل له ريكوايرد زيز دوت نيم ريكوايرد زيز دوت ايدج وكده. طب هتبصهم له ازاي بقى؟ هتقول له النيم بيساوي الماب اللي راجع لي من قاعده البيانات تمام اوف النيم زي ما احنا كنا عاملينها هنا في الايه في الموديل، والماب اوف الايدج، او مثلا خلي ده يوزر مثلا يا اسطى عشان ايه ما تقعدش توجع في دماغي تقول لي ده انا ماب ومش عارف ايه. اهو يا عم يوزر، اهو يوزر اوف النيم ويوزر اوف الايدج ويوزر اوف الايميل ويوزر اوف الايه الباس. بس يا معلم هي دي الفكره، يعني عشان بدل ما تتعامل مع الداتا على شكل يعني على الشكل ده تتعامل معاها على شكل ايه؟ اوبجكت عادي. بس هي دي الفكره يعني. رحنا هنا بقى البتاع ديت. فانت لما تيجي بقى خلاص يعني الفانكشن ديت انا قلت لك هترجع له يوزر ماشي. طيب اليوزر المفروض ارجع اوبجكت من اليوزر. طب ارجع اوبجكت من اليوزر ازاي؟ ما انا ممكن اخد الموديل اللي هو هنا ده اللي هو بيرجع لي اوبجكت من اليوزر تمام، عشان الفانكشن ايه بتريترن لي اوبجكت من النوع يوزر. فانا هديها الماب اللي هترجع لي من الميثود وارجع له ايه وهي هترجع لي يوزر. فانا ده اللي انا عملته هنا. ده الاويت ده الكويري بتاع الفاير بيز اصلا. انا واخد اوبجكت هنا اهو الاستورج فاير بيز فاير ستور بسميه ستورج فاير بيز فاير ستور دوت انستنس تمام. وقلت له ايه عملت فانكشن اسمها جيت يوزرز، او مثلا هي جيت يوزر دلوقتي واحد تعمل لك جيت يوزرز ليست دلوقتي دي نوعها فيوتشر اوف ايه اوف يوزر او نال، يعني هي ممكن ترجع لي نال. ثانيه واحده يا اسطى اشوف مين اللي بعت لي رساله تمام كده. طيب الجيت دي بقى هترجع لي الايه؟ هترجع لي اليوزر ماشي. فانا قلت له هنا المفروض الفانكشن ديت انا خليت الريتيرن تايب بتاعها يوزر. فانا قلت له ايه؟ ها يوزر او نال. فانا لو شلت علامه النال ديت هتديني ايرور. بص هيقول لك ايه ان الفانكشن ناقصها يوزر ترجعه، يعني هي إيه لازم ترجع يوزر دلوقتي. فانا طب هرجع يوزر ازاي؟ انا عندي كونستراكتور اللي هو فروم ماب ده تمام، اللي هو كان هنا في الدي بي في المودلز، هدي له الماب اللي راجع لي وهو يحولها لي اليوزر وارجعه بقى. فانا عملت هنا ايه؟ قلت له ريتيرن اهو يوزر دوت فروم ماب. ده مش ده يا اسطى كونستراكتور عادي؟ يعني كانك بتاخد اوبجكت، يعني ايه كانك بتعمل اوبجكت بس ايه بتبصيله كانك بتعمل اوبجكت زي ما كنت بتقول يوزر مثلا كده يوزر كده تمام. هي بس بتبص له هنا بقى الايه الفرق اللي انت بتبص له ماب وهو بيرجع لك ايه اوبجكت جديد من النوع يوزر. فانت هنا لو جيت تقول له مثلا دوت نيم هتقدر تاكسس على الحاجات دي برضه زي الاوبجكت العادي خالص ماشي. طيب المفروض ده اصلا يرجع تحت خالص عشان ما يديناش ايرور، يعني هو المفروض في الاخر خالص بقى في الريتيرن، يعني لو رجعته تحت كده هيرجع، بس طبعا اليوزر هنا هو مش هيقراه. فانت لو عرفت اليوزر ده فوق هنا وخليته نال ايبل برضه هي ايه ده شايف يا اسطى ده البتاع بتاع الذكاء الاصطناعي شايف شغال ازاي؟ يعني انا ما عملتش اي حاجه عمل لي بص يعني شايف يا اسطى مرجع لي بص قال لك اويت دي لو هترجع ليست اوف يوزرز قال لك النوع بتاعها كويري سناب شوت والريزلت بيساوي اويت ستورج دوت كوليكشن يوزرز دوت جيت تمام. يعني هتجيب لي كل اليوزر وبعد كده قال لك فاينل ليست دوكيومنت سناب شوت دوكيومنتس ريزلتس ريزلت دوت دوكس، وبعد كده قال لك ريتيرن ايه ده اللي احنا هنعمله اصلا كمان شويه تمام.
يعني البتاع ده جامد، بس انا يعني انا هفصله دلوقتي عشان ايه ما يخنقناش يعني. فانا عاوز يا معلم بقى ارجع هنا الايه الاوبجكت ده، وطبعا عشان يقبلها مني فانا اخليه برضو ايه يرجع نل عادي ماشي عشان ايه يقبلها مني يعني. بس الفيوتشر بقى، الفيوتشر بيلدر اللي انا استخدمته في الهوم بيج هنا، بص يا اسطى الفيوتشر بيلدر هو زي اي ويدجت، بس كل استخدامها ان احنا بنستخدمها مع الميثود اللي ممكن ترجع فيوتشر. يعني ايه؟ يعني انت مثلا ممكن عمليه مثلا بتجيب داتا من الاي بي اي، وديت هتحتاج وقت. فعشان تحتاج وقت مش هينفع، يعني لو انت مثلا عندك تكست ويدجت هنا وعندك مثلا ميثود هترجع لك ايه تكست بس فيوتشر، فانت لما اليوزر يجي يفتح الابليكيشن هو هيفضل مستني بقى التكست بتاعك لما يرجع؟ لا طبعا، فمش هينفع يعني. وممكن التكست ده يرجع او لا، ممكن النت يفصل مثلا، فمش هينفع. فاحنا محتاجين ويدجت بقى تتعامل مع الفيوتشرز، اي ميثود فيوتشر مثلا اوف انت بقى، يعني انت ممكن دي تبقى اوف انت، ممكن تبقى اوف ليست، انت فاهم يعني. الداتا تايب اللي انت بتحطه هنا هو بيبقى نفس يعني، في بارامتر هنا اسمه فيوتشر. تمام، ثانية واحدة أصلا. تمام يا معلم. فالفيوتشر بيلدر ماشي على حسب الداتا تايب اللي انت هتحطه هنا. لو قلت له الداتا تايب ده دبل، يبقى في بارامتر هنا اسمه فيوتشر محتاج منك، بص فيوتشر اوف دبل يعني فيوتشر اوف الداتا تايب اللي انت حاطه هنا، يعني بيحتاج منك ميثود بقى هترجع لي فيوتشر ماشي. والبيلدر ده الجزء المسؤول عن ان هو ايه يرجع لك الويدجت بقى، اللي هي بعد ما الداتا ترجع من الفيوتشر اللي هو هنا ده اللي انت بصيها الفانكشن، هيبصيها للبيلدر هنا، الداتا هتتخزن في السناب شوت. تمام، بس ويعني انت ممكن ترجع له هنا اي حاجه. فانا في الحاله بتاعتي رجعت له يوزر، تمام، لان الفانكشن بتاعتي ديت هترجع لي يا اما يوزر يا اما ايه نل، فانا برضه هحط له نفس الداتا تايب اللي الفانكشن هترجعه بس، واشتغل يعني. الموضوع كان لذيذ يعني. بس طيب لو فرضنا بقى ان انا كده كان عندي يوزر واحد وجبته هنا بالايه بال جبته بايه جبته هنا يا معلم بالايه بالاي دي بتاعه ماشي، بالاي دي بتاع الدوكيومنت، فهو كده ضامن ان انا اللي هو هيرجع لي ايه دوكيومنت واحد. طيب فرضنا بقى ان انا عندي كذا دوكيومنت هنا، يعني مثلا عندي واحد يعني يوزر كمان والتاني والتالت والرابع، دي بقى مش هتستخدم دي، هتستخدم مثلا دوت جيت دوت جيت. وطبعا قال لك الداتا تايب غلط اصلا، يعني الداتا تايب بص بيقول لك افاليو تايب كويري سناب شوت اوف ماب سترينج دايناميك كانت بي اسايند فور دوكيومنت سناب شوت، يعني دي بترجع دوكيومنت واحد، انما دي بترجع كويري يعني مجموعه من الايه الدوكيومنتس السطر اللي انا حطيته ده يا اسطى. تمام، فانت هتغير الداتا تايب هنا اللي هو ده، طبعا هنشوف ده هترجع ايه. بص ديت هترجع كويري اوف ايه، انا برضو بعلمك اهو عشان لما تيجي مش عارف الداتا تايب تحط ايدك على الفانكشن تشوف الريتيرن تايب بتاعها وتاخده وتحطه كوبي. تمام يا معلم، اهو تاخده كده كوبي كده ماشي وتحطه ايه هنا اهو. ودي طبعا هترجع لك ايه ليست اوف يوزر ليست ايه يوزر ليست بس يوزر او يوزرز بس ماشي. دي يوزرز طبعا، دي مش هتنفع ليه؟ عشان اهو بيقول لك ايه فاليو كويري ماب سترينج كانت بي اسايند تو ايه تو دوكيومنت سناب شوت، فانت هتروح برضه تمام هتروح هنا في الموديل بقى، يعني احنا غيرنا الداتا تايب هنا، فانت تروح في الموديل بقى بتاعنا ماشي، ما الماب بقى نوعها اتغير، الماب كانت كويري كانت دوكيومنت سناب شوت خليناها كويري، فانت تروح في الموديل يا اسطى اهو، جبت شفت جبت الداتا تايب منين من اهو، شفت الميثود بترجع لي ايه ورحت واخده كده اهو اللي هو اللي انا حطيته هنا ده، يعني تقوم جاي واخده كده ماشي، تروح هنا على الموديل تمام وتحطه هنا بس كده. تمام، طبعا ديت مش هتشتغل معاك تمام. كنت انا مجربها قبل كده، كان قال لك تخلي ده اوف اوبجكت، مش عارف يعني ما كانتش شغاله ليه، بس لما خليتها اوبجكت اشتغلت يعني. طب استنى، هي ما اشتغلتش اصلا. جمال عبد الناصر، استنى يا اسطى عمال تشوف، بقول لك ايه ذا مش عارف ايه ازنت ديفايند تايب كور سناب شوت يوزر اوف. طب استنى بقى يا اسطى، طيب يا اسطى بص
هو المفروض ده ايه؟ المفروض ده بيرجع لك كويري سناب شوت، كويري سناب شوت تمام. والكويري سناب شوت ديت بيبقى جواها مش دوكيومنت واحد، بيبقى جواها مجموعه من الدوكيومنتس. فالغلطه اللي كانت عندنا ان انا بدل ما اقول له مثلا دوكيومنت واحد كنت بقول له كده نيم تمام، كان بيساوي ايه اللي هو اليوزر وفي الايه، انا كنت بقول كده يعني وفي النيم. فده طبعا غلط. هو المفروض اليوزر ده دوت، اليوزر ده بقى او ده اليوزرز بقى تمام. اليوزرز ديت بتحتوي على دوكيومنتس مش دوكيومنت واحد. فالمفروض اقول له يوزر دوت دوكس تمام، او هو بيقول لي دوكس اهو، اوف بقى الاندكس بتاع يعني الترتيب بتاع الرو ده في الداتابيز. يعني مثلا ده الرو الاولاني، وفي رو كمان جديد، وفي برضه في فيلد، وفي يعني بتاع كمان يعني صف جديد يعني، وهكذا. فالمفروض انا بلوب عليهم تمام. فانا هنا بتدي له اندكس، فالمفروض مثلا تقول له اوف زيرو، شفت هيبقى لها منك وهكذا برضو. ايه واحنا كان عندنا الايدج وايه والايميل والباص، ودي الايدج برضو. بس طبعا اللي انا بعمله ده غلط، فانا هقول لك ليه دلوقتي. والايميل وهنا ايه الباص. طيب دلوقتي انت بتقول له دلوقتي اوف الاندكس، وهنا الايميل وهنا الباص تمام، وتحط له ايه سيمي كولون بتاع ديت ماشي عشان ايه. طيب بص يا معلم، دلوقتي انت ايه بتقول له اوف زيرو كده، هيرجع لك الداتا بتاعت كل مره هتستدعي. لما نيجي هنا في الدي بي سيرفيسز هنقول له يوزر او يوزرز، يعني دي كانت يوزر تمام. احنا قررنا الداتا دي هنسميها يوزرز مثلا، لان ده هترجع لي مجموعه من الدوكيومنتس مش دوكيومنت واحد تمام، هترجع لي ليستا يعني. وانا غيرت الداتا طيب اهو، خليته يبقى لو ما هو كان يوزر خليته، لا هترجع لي ديت بقى، هترجع لي ليست الفيوتشر ده، هيرجع لي ليست اوف يوزر تمام. وطبعا في واحدة زيادة هنا تقريبا. المهم يعني كانت كده تمام، ليست ايه اوف اليوزر تمام، او النل يعني، ممكن ليست تبقى نل او ليست اوف اليوزر ماشي. طيب المفروض دي هتترجع لي ليست، يعني المفروض الريترن تايب بيبقى ليست. طيب اليوزر دوت فروم ماب ده هيرجع لي دوكيومنت واحد، او هيرجع لي ايه يوزر واحد. يعني لو جيت تبص هنا في الموديل، في الموديل اه اندكس، يعني مرجع لي يوزر واحد مش ايه مش ليست. والداتا تايب بتاعنا ايه ليست اوف يوزر. فانا المفروض هعمل له مثلا ليست اوف يوزر هنا، ليست اوف اليوزر، ومثلا نسميها يو اس مثلا بيساوي، وتخليها فاضيه كده. ولو جيت ترجع له يو اس هنا هيقبلها منه تمام. طيب انا دلوقتي الغلطه هنا في الموديل ايه؟ الغلطه هنا في الموديل بقى بتاعنا اليوزر ده، ان انا مديله الايه البتاع هنا، يعني انا مديله اندكس. طيب الغلطه هنا الاندكس هيبقى ثابت، فانت المفروض تحط له هنا ايه انت صح كده اندكس، عشان لما نيجي نلوب بايه تمام. تمام. بس انا مش هستخدم الطريقه دي تمام. انا هستخدم ايه، انا هخليها ماب عاديه ماشي، مش الكوري سناب شوت ديت جواها ماب، يعني يوزرز اوف الدوكس. الدوكس ديت بقى ماب، يعني كل دوكيومنت يعتبر ماب اهو، يعني دي كوري سناب شوت اوف ماب تمام. طيب لو انا شلت دي كده وعملت كده اهو وخليتها ماب عاديه، هقول لك بقى دلوقتي انا هعمل ايه. انا هشيل الاندكس تمام. انت حر يعني، انت تشتغلها زي ما انت عايز، بس انا ايه هشتغلها كماب عاديه. وهقول لك بقى دلوقتي انا هعمل ايه دلوقتي. استنى دوت مش هو الغلطه بقى هنا. اقول ايه هتقرا معايا كده، اصل انا مش شايف. او نل او دوت اهي،
يوزرز دوت ايه يا جدعان؟ صباح الفل. تمام، فانت ده هيبقى يوزر واحد ماشي، انا خليها ما بعديها يا اسطى زي ما احنا شغالين، ودي يوزر ماشي. طيب لو جيت هنا بقى تقول له ايه في يعني الموديل بتاعنا اهو بقى ايه، بقت ما بعديه ماشي، يعني ايه يعني بالكيو فاليو بقى، هتروح انا هنا على الدي بي سيرفيسز، دي المفروض هترجع لك ايه ليست اوف كويري سناب شوت اوف ماب. فانت مثلا هتقول يوزرز، فانت لو جيت تقول له مثلا هنا يوزرز دوت دوت دوكس اوف الزيرو تمام اوف النيم تمام، المفروض هيطبع لك هنا، يعني المفروض دي هتبقى ماب يا اسطى بقى. لو انت معايا يا اسطى فوقني كده يعني، تعالى شجعني اعمل ايه. طب انت فاهم حتى يعني ولا ايه؟ الله، لا انا بكلم نفسي تمام يا معلم. فهي تمام جواها دوكيومنتس بقى، يعني ديت بترجع لي دوكيومنتس اوف ماب، وانا الموديل بتاعي هنا عامله ماب، فانا اقدر ايه احول بقى براحتي تمام. فانا هعمل ايه بقى؟ شايف الليسته اللي هنا ديت تمام، هضيف لها بقى العناصر اللي راجعه من اليوزرز تمام. هضيفها لها ازاي بقى؟ هقول كده اليوزر اليو اس بيساوي، هعمل لها انيشالايز اهو بقى، هقول يوزرز، انا هكتب سطر وافهمه لك بعدين، يوزرز دوت دوكس تمام دوت ماب تمام. وهعمل ايه؟ هقول يوزر دوت فروم ماب تمام، وهديله الايه ماشي، وبعدين اقول دوت تو ليست ماشي. طبعا دي هنخليها string dynamic، لا مش هتشتغل هو مش قابل ليه. طيب بيقول لك طيب the type query document snapshot of string can't be assigned to map string dynamic query document snapshot، والتانية دي كويري دوكيومنت سناب شوت. دي شايف الداتا تايب؟ يعني الداتا تايب هنا مش يعني اليوزرز دوت دوكس ديت، يعني اليوزرز دي دوت دوكس اوف الزيرو مثلا تمام، دي بترجع لي ايه؟ كويري ليست اوف كويري اللي هي الدوكس بقى، ليست اوف بترجع لك الدوكيومنت كله، بترجع لي الدوكيومنت، بس انا قصدي على الداتا تايب. الداتا تايب مش ماب بس، لا دي كويري سناب شوت. طب الكويري سناب شوت دي بترجع لي ايه؟ بيبقى جواها الدوكس، الدوكس ديت عباره عن كويري دوكيومنت سناب شوت اوف ماب سترينج ودايناميك تمام. يبقى الغلطه فين بقى اللي هو مش قابلها هنا؟ ايه، انا اروح على الموديل، اخد الداتا تايب ده، هفهمك دلوقتي انا عملت ايه. اخد الداتا تايب ده، انا هفهمك السطر اللي تحت ده برضه عملت فيه ايه. اخد الداتا تايب اللي هو راجع لي من هنا، اللي هو المفروض كان كويري دوكيمنت سناب شوت، هو زي ما هو بيقول اهو، طلع هنا كويري دوكيمنت سناب شوت تمام. وراح على الموديل اغير ديت، بدل ما هي ماب هخليها كويري دوكيمنت سناب شوت اوف ماب اوف سترينج اوف دايناميك. هقول لك دلوقتي انا عملت ايه. بص يا اسطى، بص انا رحنا فين؟ دي في سيرفيسز. بص يا اسطى، مش دي الليسته اللي احنا عملناها في يوزر؟ تمام ماشي. اليوزر دي، اليوزر ديت بقى انا عاوز اعمل لها انيشاليز. طيب اليوزرز دوت دوكس ماشي، انا قلت دوت دوكس ديت دي ليست اوف كويري دوكيومنت سناب شوت ماشي، اوف ماب اوف سترينج ودايناميك. انا بقى عاوز احول الليست ديت من ليست اوف كويري دوكيومنت سناب شوت اوف ماب سترينج دايناميك لليست اوف ايه؟ اوف يوزر ماشي. طيب انا رحت هنا في اليوزر موديل ده، غيرت الداتا تايب ليه؟ خليته بدل ما هو كان ماب اوف سترينج ودايناميك الى كويري دوكيومنت سناب شوت ليه؟ فاكر الكويري دوكيومنت سناب شوت اللي احنا كنا حاطينه من شويه ومسحناه غيرناه؟ ده كان الداتا تايب بتاع الدوكيومنت الواحد، يعني الداتا تايب بتاع الدوكيومنت الواحد مش ماب اوف سترينج ودايناميك، لا كويري دوكيومنت سناب شوت اوف ماب اوف سترينج اوف دايناميك ماشي. يعني ايه؟ يعني ديت الدوكس ديت اليوزرز اللي هي دي، اليوزر اللي هي ايه اللي هي اللي هنا دي،
دي الداتا تايب بتاعها كويري سناب شوت، كويري سناب شوت تمام، اوف ماب اوف سترينج ودايناميك. طب الكويري سناب شوت ديت جواها لو قلت، لو قلت دوت دوكس تمام، لو جبت عايز الدوكيومنتس بتاعتها بقى، فالدوت دوك فيها لسته اوف الدوكيومنتس، يعني فيها لسته اوف الايه الروز، وكل رو الداتا تايب بتاعه كويري دوكيومنت ايه سناب شوت اوف ماب اوف سترينج ودايناميك. فانا رحت واخد الداتا تايب ده عشان عاوز احوله من كويري دوكيومنت سناب شوت في ماب اوف سترينج ودايناميك لايه ليوزر. حلو كده. طيب فانا هقول هنا يوزر، هسمي دي يوزر تمام، وايه وهنا ايه يوزر. بص يا معلم، الفانكشن بتاعتي عايز انا ارجع ليست اوف يوزر ماشي، وانا عملت ليست هنا سميتها يوزر يو اس تمام، اللي هي او مثلا يوزر ليست مثلا او اي حاجه تمام، وخليتها فاضيه. طيب انا عاوز ارجع في الاخر اليو اس تمام، فانا هرجعها ازاي؟ يعني انا هرجع ازاي؟ انا قلت اليو اس بيساوي، يعني اليو اس ديت هديها القيم بقى بتساوي ايه بقى؟ اليوزرز دوت دوكس، مش الدوكس، اليوزرز دوت دوكس دي بترجع لي ليست اوف كويري دوكيمنت سناب شوت. طيب واليو اس ديت عايزه ليست اوف ايه؟ اوف يوزر. بيقول لك عايزين نحولها. اه بيقول لك بقى يا معلم لما تعوز تحول ليست من ليست لليست تانيه بتستخدم الفانكشن اللي هي دوت ماب. دوت ماب ديت مثلا بترجع بتديها مثلا ليست اوف مربعات، وعاوزها تحولها لليست اوف مثلثات، فبتحولها لك لليست اوف مثلثات. بتدي لها ليست اوف بطيخ، بترجع لك ليست اوف ايه تفاح، وهكذا يعني انت فاهم؟ يعني بتلف على كل اوبجكت وبتحوله من بطيخه لتفاحه، من بطيخه لتفاحه وهكذا. فهنا الدوت ماب ديت هتلف على ايه؟ على الليست اللي هي هنا دي، هتاخد كل اندكس انا سميته ايه؟ يوزر. طبعا الداتا تايب بتاعه ايه؟ كويري دوكيومنت سناب شوت، يعني انا ممكن احط هنا صح؟ كويري دوكيومنت سناب شوت اللي هو الايه؟ اليوزر ماشي؟ او لو انت ما حطيتهاش هو هيفهم لوحده لانه بيلوب على الدوكس ماشي؟ طيب دي فانكشن يا اسطى، دي ارو فانكشن تمام؟ دي ايه؟ تمام؟ اهو بص اهي بيقول لك فانكشن اهي، دي بتاخد فانكشن اللي هي الماب، بتاخد فانكشن جواها، فدي فانكشن اللي انت شايفها دي فانكشن. طيب انا عملت ايه هنا يا معلم بقى؟ لفيت على استدعيت اللي هي دوت ماب ديت، ولفيت على الايه كل يوزر في الايه؟ في الدوكيومنتس اللي هو نوعه ايه؟ كويري دوكيومنت سناب شوت، وعملت ريتيرن. دي ريتيرن تمام؟ ده الارو ده بيريتيرن، عارف انت الارو فانكشن؟ تمام ايوه تمام. فانا عملت ريتيرن لايه؟ لايه يعني انا ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده اهو، ممكن اعمل كده بس اكتب هنا ايه؟ ريتيرن تمام. تمام وتحط سيمي كولون ماشي يا معلم. يبقى انت ايه الماب ديت بتريتيرن، بتريتيرن ايه؟ هتريتيرن لك كل مره اوبجكت، يعني هي هتلف على الدوكيومنتس ديت لو مثلا الداتابيس فيها 20 فهي هتلف هنا 20 مره، وتحول من كويري دوكيومنت سناب شوت لايه؟ ليوزر، وترترن لك اليوزر ده في كل مره. بس في مشكله هنا، لو شلت الدوتو ليست ديت انا هفهمك انا حاططها ليه تمام، هيديك ايرور. طيب ايرور ليه بقى؟ المفروض ديت عاوزه ليست اوف يوزر، دي بترجع بقى ايه اللي هي الفانكشن اللي هي ماب ديت، هي جواها الفانكشن اللي جواها بترجع لي يوزر في كل لفه، بس المجموع بتاع اللفات بيرجع لي بقى حاجه اسمها ايترابل تمام. ايترابل ديت يا اسطى بكل اختصار، شايف انت الماب والليست والحاجات دي كلها داتا تايبس؟ ايوه. بترسم الايه من كلاس اسمها ايترابل. ايترابل دي بقى بتاع اللي هي يعني بتاع الليست والماب والحاجات دي كلها، بس طبعا دي يعني بتبقى ابستراكت كلاس، فانا ما ينفعش ارسم منها. فالابستراكت كلاس قلت لك قبل كده ما ينفعش ترسم منها، بس ما ينفعش تاخد اوبجكت منها، بس ينفع تاخد اوبجكت من ايه؟ من اللي بيرسم منها، من عيالها صح كده؟ ايوه تمام. فانت بدل يعني هو هنا عاوز ليست اوف اي يوزر، بس انت هنا بتقول له ايترابل اوف يوزر، فانت عشان تحول له من ايترابل اوف يوزر، يعني هي الماب هي بترجع لي ايترابل، فانت عشان تحول له من ايترابل اوف يوزر عاوز تحول له ايه؟ ليست اوف يوزر. فانت هتعمل ايه؟ هتيجي هنا بعد ما تقول ماب، بعد ما تخلص الماب ديت خالص، يعني بعد القوسين بتوع الماب ديت بقى تمام، هتقول له دوت ايه تو ليست، فدي تحولتها لي من ليست من ايترابل اوف يوزر لليست اوف ايه؟ ليست اوف تمام كده؟
تمام. الكليم بقى الكود بتاعها بتكتبه كده بقى، يعني هما بدل ما بيعملوا بيقول لك طالما انت عندك سطر واحد هو اللي بيريتيرن، يعني الفانكشن بترجع سطر واحد، فانت بتعملها ايرو فانكشن. تمام، وهنا طبعا تشيل كلمة ريتيرن ديت وتشيل السيمي كولون عشان ما فيش اي كيرلي بريسز، وتعمل فورمات كده فايه هتلاقي الشكل ده ماشي، عشان الشكل لو غريب عليك يعني. واحنا بدل ما احنا عاملين ليست هنا، واحنا بدل ما احنا عاملين ليست فاضيه هنا وحاطين فيها اليوزر، تمام، هتقوم جاي ماسح ديت، وبدل ما تعمل لها هنا انيشاليز، واحنا ممكن ناخد ده كله اصلا، ده بيرجع لي ليست اوف يوزر، اخده كده قط واحطه تحت هنا في الريتيرن تايب بس. وكفى المؤمنون شر القتال. عايز تسأل في حاجه؟ بص كده يا معلم، السطر اللي احنا عملنا اللي احنا حولنا من اخر سطر اللي انت شرحته، ماشي. لو حولنا من كويري دوكيمنت سناب شوت لليوزر، تمام، انت كاتب يوزر دوت دوكس، تمام، ده بيجيب ليست اوف كويري الدوكيمنت كلها، ليست اوف كويري دوكيمنت سناب شوت. تمام، ده بيمشي على الدوكيمنتس كلها. ده محطوط في الدوكيومنتس كلها بس ما بيمشيش عليها. انا بدل ما اعمل ماشي، يا كأني يا اسطى هنا عامل فور اتش، عارف فور اتش؟ تمام، كمان هقول فور اتش مثلا، تمام، بس فور اتش مش هينفع استخدمها هنا. ليه بقى؟ عشان فور اتش بتريترن فويد. تمام، بتريترن فويد، شايف بقى؟ دي حتة فنيات بقى، دي من ايه، من يعني ما يعرفهاش الا يعني ايه الناس التعبانه زي ايه. دي بتريترن فويد ماشي، انما احنا عاوزين نريترن هنا ايه، ليست اوف يوزر. ليست تمام، طب انت هتقدر تريترن الليست ازاي؟ هي الماب هي الحاجه الوحيده اللي بتريترن لك ايتيرابل، وبعد ما بتريترن ايتيرابل بتخليها تريترن ليست عن طريق الفانكشن اللي هي دوت ايه، عن طريق الفانكشن اللي هي اسمها دوت تو ليست. تمام، بس تمام، فهمت يا معلم؟ انت اي خدمه يا معلم، اي خدمه، اقسم بالله الكورسات دي بفلوس. عايرنا بقى. ماشي يا اسطى، بس يا اسطى، وبعد كده تاخد الايه دي بقى، المفروض هترجع لك ايه، ليست اوف يوزرز. تمام، فانت تاخد الميثود دي بقى ماشي، وتروح هنا على الفيوتشر بيلدر، تخليها بدل ما هي يوزر بس تخليها ايه، ليست، تاخد دي قط كده تقول ليست، تمام، وتحط الايه، ليست اوف يوزر. بيقول لك ايه بقى هنا، دي كان شايف الداتا. طيب يا اسطى، يعني احنا كنا هناك عاملين، بص هنا في الفانكشن ديت عاملين كده الداتا تايب ليست اوف يوزر او نل. تمام، احنا التانية حاطين علامة الاستفهام جوه اليوزر، فانت تاخد ده كده زي ما الفانكشن بتاعتك هترجع، وتروح في الفيوتشر بيلدر وتديله الايه، الداتا تايب عشان يقبل منك. بس اهي بس كده، ولا هو ايه، ده مسافة صح، برضو عايزين البتاع ده وبعد يعني بس يا غالي. تمام كده يا معلم، بس تمام يا معلم. ف يعني الموضوع بسيط ماشي. هنعمل هنا بقى ايه، بص يا اسطى بقى، المفروض ده اللي انا كنت شارحه المره اللي فاتت، الفيوتشر بيلدر بقى جواه بترجع الويدجت بتاعتك، بس افرض الداتا بتاعتك ما رجعتش، يعني حصل فيها ايرور، فانت لازم ايه تهندل حاجه زي دي، فانت هتقول له اف هنا في البيلدر بقى. تمام، البيلدر ده بيريترن على طول، فانت تقول له اف سناب شوت دوت هاز ايرور، يعني الداتا اللي هي جايه في السناب شوت بقى فيها ايرور، هترجع لي ايه، سيركولار بروجريس انديكيتور. تمام، اف تمام، عملت اف تانية بقى، يعني بدل ما اقول else اف عملت اف تانية، ما هي دي لو بفولس هينزل على اللي تحتها على طول، انت فاهمني؟ ايوه فانا قلت له اف بقى هاز داتا. تمام، وفي ناس تانية بتقول سناب شوت دوت ستاتس دوت كونكشن كونكشنز ستيت، تمام، بيساوي كونكشن ستيت اوف مش فاكر كونكشن ستيت، ويتنج دوت ويتنج، الحاجات دي يعني. انت ممكن تستخدم دي وممكن تستخدم دي، تمام، يعني دوت كومبليتد ومش عارف ايه، المهم يعني انا ما بستخدمش فيوتشر بيلدر اصلا يعني لما باجي اشتغل. بس ايه، المهم انا عرفتها لك يعني، خلاص هي لو رجعت لي داتا بقى، فانت هترجع له مثلا سنتر هنا، المفروض نرجع له ليست فيو بقى. تمام، وناخد التكست ده قط كده،
ده اخر التكست اهو، نرجع له بقى هنا يا اسطى ليست فيو دوت بيلدر، تمام. والمفروض هنا الاول الايتم كاونت، ايتم كاونت، فانت تقول له هنا بقى الايتم كاونت سناب ايه، شوت سناب شوت دوت دوت لينس داتا دوت داتا دوت لينس. طيب هو بقى قبل منك اللينس هنا ليه بقى، وظهرت عندك متفعله ليه؟ لان ديت ليست، الداتا تايب ليست، تمام. فالداتا ليست، شايف؟ فالليست ايوه لها لينس. عارف لو انت مش حاطط هنا داتا تايب، بص هيقول لك مش بروبريتي لينس كانت انفوكال ايوه اكسس، تمام تمام. فدي اللي كانت بتظهر قدامك وانت مش عارف تحلها، انا حليتها لك اهو. بس طبعا الليست ديت اوف، ممكن تبقى ليست اوف يوزر او نال، تمام. فانت تحط له هنا نال تشيك اوبريتور، يعني هي ممكن تبقى ليست اوف نال اساسا ما فيهاش اي حاجه. فانت تقول له ايه، بتعرفه ان انا ايه، لا الليست لو رجعت فهتبقى فيها عناصر، يعني الداتا بيز هيبقى فيها عناصر، تمام. تمام. بس هو في الايتم بيلدر هنا بقى بترجع له اللي انت عاوزه، مثلا ايه استنى، تمام. هترجع له مثلا هنا طبعا في الايتم بيلدر بياخد منك الكونتكست والاندكس وبيترن حاجه، فهنرترن هنا، ترترن هنا تكست ويدجت مثلا، وهتقول له مثلا ايه، نقول له ايه، تعالى نعمل البتاع دي كده، انا ريتيرن اللهم صل على سيدنا محمد الداتا سناب شوت، خزنة في السناب شوت سناب شوت دوت داتا، وفي الاندكس صح كده، وفي داتا وفي الاندكس بقى، في الاندكس دوت ايه نيم، وايه طبعا ده بيرجع لي اوبجكت اوف يوزر يا اسطى، كل اندكس بقى، كل داتا باندكس، ما احنا جوه الليست وايه واخدين اندكس صح كده، ايوه تمام. فهتقول له دوت النيم دوت الايميل وهكذا. فبس دي طبعا ممكن تبقى ايه، ممكن تبقى داتا او نال، فانت تحط له نال تشيك اوبريتور هنا فيقبلها منك، تمام. والتكست طبعا هنا عاوز كونست، كونست الله ما قبلهاش، لا بس كل ما مش هيبقى كونست عشان ده هتتغير اساسا، بس هو ايوه فهو عاوز هنا بقى عاوز في ريتيرن هنا كيرلي بريسز، عاوز هنا في ال عاوز الريترن كلها على بعضها تتحط من كيرلي بريسز تقريبا يعني، او مش عارف هو مش راضي يقبلها ليه. لا ازاي مش هتحرق شايف بينهم يا اسطى البتاع دول، بيقول لك ان السيسر، يعني اللي انت عامله ده ان السيسر اساسا، اللي انا عامله هنا ده ان السيسر، يعني الداتا تايب سترينج اساسا، يعني القصه انا كنت عامله ان السيسر. طيب هتلاحظ ان انا حاطط هنا ريتيرن تكست في الاخر، ملهاش لازمه طبعا. لا البيلدر هنا اصلا هيقول لك البيلدر ده ممكن لازم يكرنها يرتيرن حاجه في الاخر، فانت بدل يعني هو لازم يبقى في نل، طبعا ده اللي هيظهر قدامك لو في كونكشن ستيت وكده. طب لو ما ظهرش اي حاجه ممكن ترجع له السيركل بروجريس انديكيتور برضه، يعني بص ممكن تاخد دي كده كوبي، تمام، وايه تنزل له تحت هنا وترترنها له، تمام. بس تعالى نرابها بسنتر، سنتر مثلا عشان يبقى ايه في النص يعني، و فوق برضه نرابها بسنتر يعني، لان ده تكرار وكده يعني. بس عادي، تمام. فنيجي بقى هنا نرن، استنى بقى اما نوقف، شايف يا اسطى اهو اشتغل اهو، وطبعا عدم هنا، وطبعا الخط صغير واحنا رحنا ايه ضفنا دلوقتي دوكيومنت جديد. فتعال نكبر الخط مثلا هنا، نقول له الستايل والتكست، استنى اصلا ما نشغل بتاع الذكاء الاصطناعي عشان ايه يكتب لنا الحاجة في ثانية. دبل كوتيشن تكست ستايل، بص في ثانية، في مينيت، تعالى مثلا نقول 30، تعالى نخلي الليست فيو ندي لها بادنج مثلا، بوز بادنج ادجنسيتس دوت اول، خليها الويتس بتاع السكرين في ايه. بص يا اسطى بيكمل كل حاجه ما شاء الله عليه يعني، بس هو انا لو انت لسه بتتعلم يا اسطى والله هيزعلك جامد يعني، هتنسى جامد. فتعالى بقى نعمل، احنا ضفنا لو عملنا هوت ريستارت كده هيعمل فيتش للداتا من جديد. دي بقى يا اسطى مشكله الفيوتشر بولدر، ايه مشكلته بقى؟ ان انت
لازم تعمل هوت ريستارت. لا بيفيتش الداتا مره واحده بس، انما الاستريم بيلدر بقى بيبقى بيعمل ليسن على طول، يعني الاستريم مجموعه من الفيوتشر، يعني الفيوتشر ده بيفيتش مره واحده بس، يعمل يعني كانه بيعمل ريكوست مره واحده، انما اللهم صل على سيدنا محمد البتاع ده الستريم يعني هيسمع على اي ابديت اي حاجه هتلاقيه بيتغير في شاشه تلقائي. ماشي، هيبقى في فيديو تاني يعني الستريم بقدر ان شاء الله يعني. بس هو يعني انت لو فهمت الفيديو ده هتعرف تتعامل مع اي حاجه بعد كده. اه والله يعني ان شاء الله. المهم دي بقى بدل ما نخليها تكست كده على طول، تعالى نخليها مثلا ليست طايل. ليست طيب وايه، وتقول اهو بص شايف يا اسطى، شايف كمل لي الكود يعني، شايف يا اسطى. والله يا ابني حاجه يعني حاجه 100%، اه والله العظيم يعني حاجه فوق ما تتخيل يعني. لسه بقى ما مش هيجيلي دلوقتي اكيد يعني. لا هو مش هيجيلك دلوقتي، بس هو كويس يا اسطى والله يعني. هو طبعا لو جاي دلوقتي مش هيستخدمه برضه، بس يعني انت فاهم اه فعلا للأمن. لو قلت الليدنج هنا هتلاقيه برضه هيحط لك ايه يا معلم، انت اتحسدت ولا ايه؟ ماشي دي لو اي حاجه نقول له مثلا هنا الاندكس، او نخليه اه نديله الاندكس بتاعنا بقى عشان ايه، يبقى بالارقام اندكس دوت تو سترينج. بس اهو يا اسطى شايف كده بس، وهكذا تسير الدنيا يعني. لو قلت له ستايل هنا مثلا اي حاجه عشان نكملهم 40 دقيقه. انا كده سجلنا كام دقيقه؟ 38. والله نكملهم 40 ونقفل تكست. هو اتحسد ولا يا اسطى؟ أبوس رمتك اشتغل. اه لا اشتغل يا اسطى، خلينا مثلا 30 وناخد ديت نخليها ايه، دي بقى نخليها 20 20 يعني عشان اوريك يعني الشغل يعني. لو ضفت دوكيمنت برضه تالت تمام ما هتلاقيه اشتغل وهكذا يعني تمام. دي ليست فيو طبعا، فممكن تعمل سكرول وهكذا. فكده في عملنا فيتش للداتا بالايه بالبتاع. اهم حاجه تبقى فهمت حته الموديلز تمام، وتعرف ازاي بقى تبقى انت يعني دايناميك بقى، اتغير الداتا تايب بتاع الفانكشن تمام، تروح تغير الداتا تايب بتاع الايه الواد ادهم ده ولا ايه؟ ادهم خلصته ولا لسه؟ لا مش هرد عليك بقى. هاي الفيديو يخرب بيتك. مش مشكلة بقى يا اسطى انا عامل ايه؟ بس فتبقى فهمت يعني الدنيا ماشية ازاي؟ يعني هنا يا معلم بتظبط نفسك بقى على حسب الريتيل بس، ويعني عيش حياتك بقى يا معلم تمام. الكود اهو ماشي، اكيد انت فهمت يعني. بس ايوه والسلام عليكم.